احنا طبعا يعني تحضيرا لحلقه الوزير الفنان فاروق حسني رحنا صورنا افتتاح معرضه الاخير اللي كان طبعا في تواجد وحضور من شخصيات عامه كثيره جدا وشخصيات فنيه وسياسيه. فاحنا هنروح دلوقتي نتفرج على اخر معرض للفنان فاروق حسني، وده احدث معارضه واحدث لوحاته، وهنخرج منها على اللقاء المميز كما وعدتكم. اتفضل. انا سعيد بكل الحشد اللي موجود، وده في حد ذاته يعني الرسالة اللي أنا بعملها بتوصل، وده المهم، لأن ده أنا شغلي كله وجداني بحت، ما هوش أدبي يعني ما نقدرش نوصفه بالكلام، ده يتوصف بالإحساس. أنا سعيد جدا إن هذا الجمع الكبير هو يعني مستمتع بده. أنا عاشقة للفن التشكيلي ولفن فاروق حسني بشكل خاص، بستمتع ودايما انا طول عمري ما فيش ولا معرض الا حضرته واستمتعت فعلا باللوحات، في معاني كتير جميله، وهو فنان فعلا قيمه كبيره، يعني احنا نتباهى بيه على العالم كله ان عندنا فنان كبير، فنان تشكيلي اسمه فاروق حسني. معرض الفنان فاروق حسني دائما وابدا بيفاجئنا بمجموعه من الاعمال التجريديه اللي هي لها ايكو وصدى تماما من فنان مصري عايش يحمل على كتافه هموم وطن سواء سافر او جوه مصر. الاجمل من كده على الاطلاق ان هو فضل مخلص لهذا النوع من الفن، هو نوع من الفنون الصعبه شويه في التلقي على الجمهور، لان التجريد عاوز ثقافه، هو فنان مثقف جدا وبيطرح طرح بصري له ابجديات للقراءه، ان انا عشان اقرا العمل الفني للتصوير المجرد محتاج ادرس كويس جدا. المعرض ده متميز لانه غير الالوان شويه، دخل الاخضر دخل الاحمر، يعني متميز وجميل، وهو الحقيقه فنان موهوب، واتمنى له ان شاء الله يعني دايما من ابهار لابهار. الوزاره كانت بتشغل حيز كبير جدا من ابداعه، لكن كان متواصل مع الجمهور بتاعه دايما، متجدد في ابداعاته، دايما بنفاجئ بالجديد اللي بيقدمه من خلال اختياره الذكي جدا للالوان، للتكوينات البسيطه التجريديه اللي بيتفاعل معها الجمهور بشكل قوي جدا ويشتغل بالسهل الممتنع. هو معرض رائع، والفنان فاروق حسني من رواد التجريد في مصر، وده يتحسب له في التاريخ طبعا. معرض جميل جدا، وشايفه الاقبال عليه جامد جدا، هو له ستايل وطريقه في الفن.